نبتدي نتكلم على السيتي انستاليشن. لما اجي اركب سيتي في مكان انا محتاج اعمل ايه؟ اول حاجه لازم الارضيات تستحمل لود، اوكي؟ ولو هي مش بتستحمل لازم بيتعمل لها بعض الحاجات علشان تقدر تستحمل اللود دوت، اوكي؟ يعني مثلا ناس بتبص تشوف الكاميرات اللي ماشيه في الارض عامله ازاي، ممكن تحط حواليها مثلا حاجه زي ستيل بليتس كده، بحيث ان الاماكن اللي تحط عليها السيتي تاخد اللود بتاع السيتي وتوزعه في الاخر توصله للكاميرا، اوكي؟ او ممكن بعض الاحيان بيحطوا بعض بيعملوا بعض الحاجات للارضيات دي من تحت، بحيث ان هي تقدر ان هي تستحمل الايه، تستحمل الاسترس اللي محطوط عليها فوق من السي تي، اوكي؟ فطبعا احنا يعني بنتكلم على الحاجات دي كانت زمان بتركب بس في الادوار اللي هي الارضيه، الادوار اللي هي مثلا تحت خالص، اخر دور تحت خالص على الارض مباشره. دلوقتي الحقيقه الناس بقت تركب الحاجات دي في ادوار عليا، يعني في حاجات ممكن تركب مثلا في الدور الثامن، الدور التاسع، في حاجات زي كده. فدي طبعا حاجات ابتدى يبقى في تكنولوجيز يعني تسمح ان الحاجات دي تتعمل دلوقتي. الحاجه الثانيه ان الحيطان بتاعه المكان لازم يبقى فيها اكس راي ابزوربنج ماتيريال. دي عادة كانت بتعمل زمان بترصيص، يعني تحط ألواح رصاص. ابتدى دلوقتي يبقى في حاجة اسمها باريوم بلاستر، ده بقى حاجة ممكن انها تتلزق على الحيطة، او ان هي ممكن بعض الحاجات بعض البينتس حتى ان هي تدهن بيها الأوضة، ممكن ان هي تعمل الفانكشن دي. عموما لازم انها في كل الأحوال لازم يبقى في عملية عزل للأوضة علشان الاكس راي اللي موجودة فيها ما تطلعش بره. الحاجة التانية ان الاوضه نفسها في الفلورز بتاعت الاوضه او الارضيات بتاعت الاوضه لازم تبقى انتي سليب وانتي ستاتيك. ده الحاجات دي طبعا دي تعتبر يعني اساسيات في اي مستشفى اكشوري، ان الارضيات لازم تكون انتي ستاتيك وتكون انتي سليب. بيسيكلي بيبقى في عندنا طبعا اوضتين، يعني الاكس راي نفسه او السي تي نفسه بيتحط في غرفتين مستقلتين. في اوضه بيبقى فيها السي تي نفسه اللي هو المكنه نفسها اللي هي جانتري والتيبل، اوكي؟ وفي اوضه تانية اللي هي بتبقى بقى ايه الكنترول روم، يعني بيبقى فيها الكونسول بتاع المكنه ويبقى فيها الاوبريتور قاعد، ويبقى في النص بينهم في حاجه زي ازاز مرصص كده بحيث ان هو يمنع الاكس راي اللي هو في الاوضه ده ان هو يعني الاوبريتور ده يتعرض ليه، لان ده قاعد طول الوقت. وبيسكلي لو هو بيتعرض من كل بيشنت لدوز صغيره بيبقى عنده طبعا مشكله ان هو بيأكيوميليت الدوز. يعني وانس ان احنا حققنا الاثنين دول، التو ريكويرمنتس دول، خلاص احنا كده ممكن نركب الايه، نركب السي تي في المستشفى او في العياده اللي احنا بنتكلم عليها.